بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ استشهاد وإصابة مجموعة من فلذات أكبادنا في ريف محافظة إدلب، بعيد تلقيهم لقاح الحصبة صباح هذا اليوم. وقد أوعزت وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة إلى مجموعة عمل الحصبة بإيقاف الجولة الثانية من حملة التلقيح فوراً بعد ورود تقارير من مديرية صحة إدلب تؤكد وفاة 15 طفلاً وحوالي 100 حالة احتاجت إلى إنعاش بين الأطفال في بلدة جرجناس ومحيطها في ريف إدلب. وقد تم تشكيل فريق متابعة بإشراف وزارة الصحة وبمشاركة من وزارة العدل، ويضم جميع المنظمات والهيئات المسؤولة عن حملة اللقاح من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذه الكارثة الإنسانية. نعزي أهالي الضحايا وأنفسنا وكافة الشعب السوري العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نبدأ نأخذ الأسئلة. المسؤول عن حملة اللقاح كاملة، سواء إدخال اللقاحات حتى الداخل السوري أو متابعة تنفيذها في الداخل، هي مجموعة عمل الحصبي المؤلفة من مجموعة من المنظمات الطبية المحلية والدولية، إضافة إلى الهيئة الوطنية للقاح، إضافة إلى هيئة إلى وحدة تنسيق الدعم. طبعا تم التأكد تماما من أن اللقاحات مطابقة للمواصفات وأن شروط التخزين مطابقة لشروط منظمة الصحة العالمية، وأن جميع اللقاحات وصلت بأمان وسلام إلى الداخل السوري. جميع الاحتمالات مفتوحة أمام السبب وراء وفاة الأطفال اليوم في الداخل السوري، وعلى رأس الاحتمالات أن يكون هناك حادث جنائي مفتعل، ولكن نحن بحاجة إلى انتظار انتهاء التحقيقات قبل الحكم بأي شيء. إذا كانت استقالة وزير الصحة أو استقالة الحكومة كاملة تحل المشكلة فيا حبذا، ولكن يجب أن يتحمل كل إنسان مسؤوليته. نحن ننتظر نتائج التحقيق، والمدان يجب أن يتحمل مسؤوليته كائنا من كان. أما دور وزارة الصحة فلتعلم أن وزارة الصحة في الفترة السابقة لم تمكن من أخذ دورها كما يجب. دائما كان التعليل أن وزارة الصحة تابعة لحكومة سورية مؤقتة غير معترف بها قانونيا من الأمم المتحدة، مما اضطرنا إلى العمل من بعد وإلى الاستعانة بخبرات المنظمات الطبية والهيئات الأخرى، والاكتفاء فقط برفع الإحصاءات والاحتياجات والإشراف من بعد على تنفيذ حملات اللقاح. كي تحاسب شخص، وزارة أو حكومة، يجب أن تمكنها من مهامها ثم تحاسبها. كيف ستعملون كحكومة مؤقتة مع أهالي الأطفال؟ سنقوم بواجبنا كما ينبغي، سواء كان تعويض مالي أو تعويض معنوي أو أي شيء يتطلب الأمر وكما ينجب. أنت تعلم الواقع في الأرض السورية، وتعلم أن الحكومة السورية المؤقتة غير متمكنة تماما من السيطرة الأمنية على الأرض السورية بسبب الواقع الأمني ووجود الكتائب والواقع الذي تعلمونه جميعا. كما تقول صحيح، اللقاح حتى لو فسد لا يؤدي إلى الوفاة، ولكن يكون غير فعال فقط. الفرضية تقول أن هناك مادة ما سببت وفاة الأطفال. كما ذكرت كل الاحتمالات مفتوحة، الأمر بحاجة إلى تحقيق، ننتظر نتائج التحقيقات، وعندما تصدر نتائج التحقيقات سنحدد المسؤولية ونحاسب المسؤول. تفضل. من يقوم بالتحقيقات في هذا الموضوع؟ هناك لجنة شكلت من وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة العدل في الحكومة السورية المؤقتة، تستعين
بكافة الخبرات من المنظمات والهيئات العاملة أصلاً في موضوع اللقاح في ملف اللقاح. أسامة حميد تلفزيون أورينت. سيد الكريم، كنت قد قدمت العزاء، ولكن الآن نحن أمام حادثة حقيقية. الشعب السوري الآن فعلاً يريد إيضاحها. أنت الآن قبل قليل كما أسلف أن حتى هذا اللقاح إن كان بشكل عادي ربما لا يسبب الوفاة، ولكن هناك فعل جنائي، إذن هناك اختراق، إذن يجب أن تتحمل وزارة الصحة المسؤولية. هل باستطاعة وزارة الصحة أن تتحمل المسؤولية إذا هذا الحدث الشرف سيد الكريم؟ عندما تحدد لجنة التحقيق المسؤولية وتقع المسؤولية على وزارة الصحة، مستعد وزارة الصحة أن تتحمل المسؤولية كاملة. إذا أنتم إلى الآن ترفعون المسؤولية عن أنفسكم؟ إطلاقاً نحن نقول ننتظر نتيجة التحقيقات، لا نرفع المسؤولية لا عن أنفسنا ولا عن غيرنا. طب أرجو أن أعتذر لسؤال آخر فقط لا غير. قلت عمل جنائي، ما هي العمل الجنائي؟ يعني ماذا تقصد بعمل جنائي؟ العمل الجنائي من وجهة نظري أن هناك اختراق معين، هذا ما تقصده. أنت تعلم أن هناك اختراقات أمنية تحدث رغم كل الاحتياطات الأمنية في الداخل السوري. إذا بشكل آخر وزارة الصحة تتحمل المسؤولية. عندما تحدد اللجنة أن المسؤولية تقع على عاتق وزارة الصحة، نحن مستعدين لتحمل مسؤوليتنا، ولكن يجب أن تأخذ بالحسبان ظروف عمل وزارة الصحة وعدم الاعتراف القانوني بوزارة الصحة من قبل المجموعة الدولية أو المنظومة الأممية. شكرا كثير لكم، يعطيكم العافية.